من الأول بتبقى عارف الدنيا هتمشي وهتقدر تعيش عادي، كل الناس بتعمل كده، بس برضو في أيام أصعب من أيام. جربت أعديها قبل كده بكل الطرق، رحت لدكاترة وعملت مديتيشن، شربت وخرجت طول اليوم ورميت نفسي في الشغل، مفيش فايدة، مفيش حاجة بتنسيك. صباح الخير. هلا. نعم. هنتعشى عند ماما الليلة. النهاردة؟ قالت لي إنها عاوزة تشوفنا، فقلت لها إن إحنا نروح لها. بس أنا مش عايزة أتحرك النهاردة خالص يا سيف. دي عاملة لك مسقعة. تمام ماشي. خلينا نعدي النهارده على خير.